الروشه بالذات. دلوقتي احنا موجودين في الداون تاون ومطعم كوركوفادو، هنا اجواء مختلفه تماما. القعده وصلنا لفين؟ البرازيل. الحمد لله على سلامه حضرتك. التشيز مع الملت، سوري الملت تشيز مع التشيكن، عاملين ميكس ملوش حل بجد. تسلم ايديك. ربنا يبارك يا فندم، شرفتينا والله يا دكتور. اتفضلي حضرتك. ندوق بعد كده الباستا. الباستا سيف. اتفضلي حضرتك. اعتقد بقى لازم تدوقي ده بالزيت ويبقى فيه تمعن شويه. على فكره مشاهدينا الاعزاء، انا هخلص التصوير واقعد اكل براحتي. انا بس ايه قدامكم كده بقول لكم بس ماي اكسبيرمنت او تجربتي او الطعم. بجد هايل هايل، وتحس فعلا ان انت بتاخد بتاكل اكل فيه كواليتي، فيه جوده، فيه احترافيه في التست. كل حاجه وكل ريسبي او كل مكون محطوط في الاكل تحس ان ليه مذاق وليه اهميه وليه طعم ملوش حل. نجرب. والله انا بشكر حضرتك على الشهادات الجميله اللي انا عمال اخدها من حضرتك دلوقتي. يا ربنا يخلي حضرتك، متشكر جدا. ايه حكايه تانيه مختلفه تماما، حكايه للسي فود اللي بيبقى دايما كله فايده وطعم هايل، والشعب المصري بيعشق السي فود اساسا. فبجد بجد لو حابب تاكل اكله هايله، اكله برازيليه، تعيش تجربه مختلفه تماما، تعال على طول على كوركوفادو. مرسي جدا يا شيف، شرفتينا حضرتك. حضرتك نورتنا، وبجد بجد انا مبسوطه ان انا معاكم. مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا معكم في كوركوفادو، ابقوا معنا. ما زلنا معكم مشاهدينا الاعزاء من داخل مطعم كوركوفادو، ومعانا ومعاكم مدير فرع الداون تاون مستر روجيرو بير. بنرحب بحضرتك يا فندم. ايه الجمال ده، الفرع هنا يجنن وليه اتموسفير مختلف تماما، عايزه حضرتك تكلمنا عنه. طبعا فرع الداون من اوائل الفروع لكوركوفادو، وهو ليه زي ما حضرتك قلتي جو مميز، بالذات ان هو طبعا بيمتاز احنا عندنا الكوركوفادو هنا 4 ادوار، كل دور طبعا ليه شكل وليه كونسيبت غير التاني خالص. في بيبقى يعني هنا الجاردن مثلا، جوه عندي اندور، الدور الاول بيبقى كلاسيك شويه، عندي الروف طبعا اوبن اريا او كلوزد، لان التينات دي كلها بتتفتح وتتقفل اذا كان هنا او في الروف، طبعا كله بالريموت وكده. وعندنا الدور الثاني مميز للكيدز اريا، فهو اسري جدا الدور الثاني بالذات. ويعني كل دور ليه شكل وليه قاعده، يعني بنراضي جميع حتى الاذواق في القعده نفسها للعملاء بتاعتنا. ممتاز جدا. يعني مشاهدينا الاعزاء، لو حضرتك شرفت في مطعم كوركوفادو هتحس ان انت فعلا قاعد في طلع 3 مطاعم مختلفين. كل دور زي ما حضراتكم شايفين، كل دور ليه اتموسفير معين، ليه احساس مختلف عن الدور اللي التاني او التالت. لو انت جاي ومعاك اسرتك، ولادك هيتبسطوا وهيلعبوا، لان في اوريدي كيدز اريا موجوده في مطعم كوركوفادو. طيب احنا رحنا صورنا الفرع الاول وصورنا الفرع التاني، طبعا الفروع التانية موجوده على البحر والبيتش، وحتى كنا لابسين لبس مناسب للبيتش وكده. هنا حضرتك
انا شايفه ان الديكوريشن مختلف تماما. هل حضراتكم هل ده براند لمطاعم تانية او لمطعم تاني كوركوفادو موجود في بلد تانية، انتوا واخدين نفس الديكوريشن بتاعه، ولا البراند بتاعكم ده مميز ليكوا انتوا بس؟ لا، هو البراند اتاخد طبعا، هو كوركوفادو من اشهر الجبل، هو جبل مشهور في البرازيل كوركوفادو، بيبقى حتى من اشهر المعالم السياحيه هناك، كل الناس بتجي له من اخر الدنيا طبعا عشان الجبل ده، وهو ارتفاعه تقريبا 710 متر. اتخذ الكونسبت كاسم مميز من الجبل ده، لكن ربطنا هنا الديكوريشن وكده بالكونسبت البرازيلي نفسه. حتى هتلاقي حضرتك الفرنيتشر الوان العلم البرازيلي، اذا كان اصفر او اخضر في ازرق، فاتخذ من هنا الفكره يعني. ممتاز جدا. يعني حضرتك الضيف لما بيجي لكم او الزائر بيحس ان هو عايش في البرازيل؟ مدين الجو العام، الـ 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 الانطباع العام للموضوع يعني. طبعا يا فندم بعد ازمه كورونا ما صدقنا ان احنا ابتدينا نخرج ونتفسح تاني ونحس بالحياه، ولكن انا لما جيت شفت قد ايه انتوا متمسكين جدا ومحافظين جدا جدا على الاجراءات الاحترازيه. كلمنا عن الموضوع ده. طبعا احنا اوريدي عندنا تدريب للعماله، اذا كان بصفه عامه في هيجين او ايا كان، وبالنسبه للظروف اللي قابلناها في موضوع كورونا وفي التدابير، فاحنا فعلا عاملين المسافات ما بين التيبلز، عاملين سانيتايزر، طبعا ملتزمين جدا بالموضوع الماسك والكلافزات للستاف وكل اللي ممكن نحمي بيه عملائنا وطبعا وصطفنا واحنا كلنا يعني، لان هو ده ظرف طبعا كلنا بنعدي بيه، ولازم العميل يبقى عنده انطباع بالثقه فينا يعني، حتى اذا كان في الباك اريا الشغل بتاعنا باحدث الماكينات اللي ممكن في المطهرات السانيتايزر وكل ده، فبنتبع كل التدابير يعني. ممتاز جدا مستر روجي. وفعلا مشاهدينا الاعزاء لو عايز خروجه تحفه وعايز قاعده تجنن وعايز كمان تتبسط انت وولادك وعايز نظافه من الطراز الاول، نظافه الاكل، نظافه المكان، اجراءات احترازيه على اعلى مستوى، لازم تيجي مطعم كوركوفادو. بنشكر حضرتك جدا جدا جدا. شكرا يا فندم، ميرسي لحضرتك. وكمان بنشكر حضرتك على حسن الضيافه، قد ايه الناس هنا مضيافه، قد ايه لما بتدخل تلاقي الابتسامه على وجوه كل اللي موجودين، قد ايه بيبقوا عايزين يساعدوك، قد ايه بتحس ان انت فعلا بتاخد خدمه 7 نجوم مش 5 نجوم. لو عايز تخرج خروجه ما حصلتش لازم حضرتك تيجي مطعم كوركوفادو. للي حابب يعرف عناوين مطعم كوركوفادو موجوده دلوقتي على الشاشه لكل مشاهدينا الاعزاء، لكل الفروع موجوده على الشاشه، هتلاقي العناوين وهتلاقي كمان ارقام التواصل. بنشكر حضرتك مستر روجي. ميرسي يا فندم. مشاهدينا الاعزاء اخذت استراحه واكلت الاكل بجد تحفه. بصوا انا خلصت الطبق ومسحته، الأكل فعلا هايل جدا. استمتعت جدا 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 بتجربتي داخل مطعم كوركوفادو. الأكل حلو جدا، القعدة جميلة ومريحة، حتى التشيرز لو قعدت عليها اليوم كله مش هتتعب، كل حاجة حلوة بجد. حتى المطعم حواليا الأتموسفير بتاع البرازيل، حسيت إن أنا سافرت ورحت في مكان تاني خالص، سافرت البرازيل بجد بجد. لو أنت عايز تجرب تجربة هايلة جدا تعال وجرب كوركوفادو. لو انت خايف كمان من الاسعار، الاسعار هنا في المتناول، سعر معقول جدا مقابل خدمة عالية جدا جدا جدا. مرسي جدا مطعم كوركوفادو على الخدمة الهايلة اللي انتوا بتقدموها.